بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا انه خلقنا في الدنيا وهبنا الحياه، نفخ فينا من روحه وهبنا الوجود على ارضه ورزقنا من خيراته وعطاياه. في كل لحظه بتمر علينا في الدنيا هنلاقي نعم لا تعد ولا تحصى من كل اتجاه، الصحه، الرزق، الستر، العقل، قدرتنا اننا نعبد ربنا ونشكره في كل صلاه. احنا عايشين طول الوقت في نعم عظيمه وفضل كبير من آلاء الله. يا ترى ازاي نستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا في الدنيا، وايه المقصود بآلاء الله، وازاي نشكر ربنا على نعمه؟ تفاصيل مهمه هنقولها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ، السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ولو بصينا حوالينا كده هنلاقي نعم ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء وكل خطوة احنا بنخطيها. ازاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعم؟ بسم الله والحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. يقول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، هون عليك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأدعية، وياريت الناس تحفظه. دعاء جميل كان يدعو به صباحا ومساء: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني على من بغى علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، رب اجعلني لك زكارا، لك مطواعا، لك رهابا، لك شكارا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. دعاء رائع. بيسأله عالم من العلماء: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكر. ذنوب سترها الله علي، الله، فلا يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. بيسأله شيخ تاني: كيف أصبحت؟ قال: قد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فوالله ما أدري أيتهما أشكر، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. يا سلام. والله محارب بن دثار كان يقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الغريب الذي آويته فلك الحمد، أنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. إلى أن يقول، عد بقى، إلى أن يقول: فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على حمدي لك، لأن شكري لنعمة الله نعمة تستوجب شكرا. الله. يعني أنا لما بقول الحمد لله دي نعمة، أنا ربنا قدرني أني أقول الحمد لله، فنقول الحمد لله على الحمد لله. يعني يا رب أنا بحمدك إن أنت أعنتني إن لا أحمدك. الحمد لله على الحمد لله. نقطة مهمة قوية جدا، والاعتراف بالعجز عن الشكر شكر. تاني كده نقولها تاني: الاعتراف بالعجز عن الشكر شكر. يعني أنا أشكرك إزاي؟ طب أشكرك على إيه ولا إيه؟ طب أنا مين عشان أشكرك؟ طب يا رب أشكرك على اللي فات ولا على دلوقتي ولا على اللي جاي؟ أشكرك على الإيجاد ولا أشكرك على الإمداد ولا أشكرك على الهدى والرشاد؟ أشكرك على الستر ولا أشكرك على النصر
ولا أشكرك على النجاح، ولا أشكرك على الفلاح، أشكرك على المصايب اللي نجتني منها، ولا النعم اللي مغرقني فيها. والله أشكرك على نفسي، ولا أشكرك على بيتي، ولا أشكرك على زوجتي، ولا أشكرك على أولادي، ولا أشكرك على أبويا وأمي، ولا أشكرك على أخواتي، أشكرك على الحاجات الوحشة اللي مداريها وسترني فيها، وأشكرك ولا أشكرك على الحاجات الحلوة اللي مبيني بيها. والله العظيم لو كشف يد الساتر عنا ما هنبص في وش بعض. والله أشكرك على إيه ولا إيه؟ هي دي السؤال. فالاعتراف بالعجز عن الشكر شكر. سيدنا موسى يقول يا رب أنا إن صليت فمن قبلي، يعني أنا انصليت، أنت اللي موفقني، أنت اللي مقويني، وأنت اللي هديت نفسي، وأنت اللي فتحت لي محرابك، لأنه نعمة كبيرة جدا. في أي وقت أو ما توضى وادخل على ربنا. إيه ده؟ إيه ده؟ النعم دي؟ فيش بقى مواعيد. مواعيد مين؟ النعمة اللي أنا فيها دي؟ ولا معاد واستنى. ده تطير العقل، تطير العقل. تدخل على المحراب وتصلي ربنا في أي وقت، في أي لحظة تسجد بين يدي. النعم دي كام جهاز في جسمي، وكم عضلة شغالة، وكم مفصل لا يؤلمني الآن. والله العظيم يا جماعة اصحوا، احنا في نعم مستحيل لا تعد ولا تحصى. ده كارثة اللي احنا فيه، ده كارثة. ده الشكر بس على الصحة وعلى انه مفيش ألم، حتى لو في ألم في عضو من الأعضاء فالتاني سليم ما فيهوش ألم، ده حكاية لوحدها. فرب سيدنا موسى بيقول يا رب أنا إن صليت فمن قبلك، وإن تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن صمت فمن قبلك. يعني منك وإليك، أنت اللي مقويني، فكيف أشكرك يا رب؟ قال يا موسى الآن شكرتني. سيدنا داود بيقول يا رب، ورغم أن سيدنا داود ربنا خاصه بالشكر، قال اعملوا آل داود شكرا. اشمعنا الآل الوحيد اللي ربنا نسب إليهم الشكر؟ قال اعملوا آل داود شكرا. ليه؟ العلماء قالوا أصل سيدنا داود النبي قسم ساعات النهار على كل أولاده وزوجاته وبناته، عملها ورديات. الساعة الأولى فلان، الساعة الثانية فلان، عمل جدول ل 24 ساعة، قسم النهار، قسم الليل والنهار على أولاده وبناته، يعملوا إيه؟ ورديات عبادة وذكر وشكر لله رب العالمين. الله. ويسلموا البعض. ده حاجة فيها بركة. طبعاً. كلها بركة. أنت متخيلة حضرتك بيت لا تخلو لحظة فيه من ذاكر وشاكر لله رب العالمين، والابن يسلم البنت، والبنت تسلم زوجة، والزوجة تسلم راجل، والراجل. فلا يمكن لا تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وواحد من آل داود قائم يذكر الله ويشكره. عشان كده ربنا قال إيه؟ اعملوا آل داود شكرا. ومع ذلك سيدنا داود يقول لربنا إيه؟ يقول له يا رب لو أن لكل شعرة في جسدي، كل شعرة في جسم البني آدم الراجل في جسمه شعر كتير جدا، فلو كل شعرة في جسدي لها لسانان يسبحانك الليل والنهار ويحمدانك ما وفيت شكر نعمة واحدة. قال له يا داود الآن شكرتني. الله على الجميل. أستأذنك ناخد التليفون نكمل. مدام هبة. ألو. تفضلي، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الحمد لله بخير. استأذنك علي صوتك بس شوية. أنا سعيدة والله جدا أن أتكلم مع حضرتك. نورتينا. الله يخليك. معلش أنا ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أزيك يا شيخنا، عامل إيه؟ الله يسلم سعادتك. الله يخليك. مدام هبة احنا مش سامعين صوت حضرتك كويس، استأذنك بس اقفي في مكان السيجنال فيه كويسة. حاضر، سامعيني حضرتك كده؟ اتفضلي. انا سامعيني؟ لا مش سامع. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. اتفضلي فضيلة الشيخ. فأنت في نعم لا تعد ولا تحصى، وإذا كنت عايز تقيد النعم، النعم لا تقيد إلا بالشكر، بل لا تقيد فقط بل تزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. تقيد اللي هي عشان ما تروحش، تمشيش من عندي، هتقعد عندي، هتبرك بإذن الله، ما تخرجش أبدا. نعمة الصحة لا تزول بإذن الله، نعمة الأولاد ولم الشمل لا تزول بإذن الله، نعمة دفع الأسرة لا تزول بإذن الله، نعمة الغنى لا تزول بإذن الله، وهكذا نعمة العلم لا تزول بإذن الله، نعمة الستر لا تزول بإذن الله. من عايز النعم دي عندي، عايزها عندك، اشكر ربنا عليها. طب الشكر يبقى ازاي؟ بخمسة. اتفضل. يقولهم خمسة كويسة. لا اصلا لسه هقول حاجة فقلتها لي على طماش. واحد الخضوع، اثنين الحب، ثلاثة الثناء، أربعة الاعتراف، خمسة عدم المعصية بها. طيب ناخد التليفون بقى ونشرح. حاضر. مدام وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا قمر؟ الحمد لله بخير. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب ويبارك فيك رمضان. ربنا يخليك يا رب. استأذن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. اتفضلي. الو. اتفضلي مع حضرتك. كنت عايزه اسال الشيخ رمضان على حاجه بعد اذنك. اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا حضرتك. اهلا بسعادتك، ربنا يرضيك. اقسم بالله العلي العظيم انا بقالي سنه بالظبط عايزه اتصل على حضرتك واسال واتصل بيك وابارك بيك كده بركه من عند ربنا. ربنا يرضيك. يعني ربنا دعيت ربنا دعوه واستجاب ليا. ربنا يرضيكي ويكبر خاطرك. يا رب انت شرفتينا النهارده ونورتينا وينور لك حياتك زي ما خليت حياتي كلها اتقلبت 24 حاجة. يا رب جمعا ربنا يكبر خاطرك ويرضيك. والله يا شيخ مدام وفاء ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ اتفضلي. والله يمينا تحاسب عليه قدام ربنا. انت ربنا جعلك لينا يعني بتطبطب على قلوبنا. الأب الحنين والأب الجميل والشريك. ربنا يا رب يبارك لك يا رب. آمين. يا رب يبارك لك في صحتك. آمين يا رب. عايزاك بس تدعي لأولاد ربنا يهديهم يحفظوا القرآن. حاضر. يا رب يبارك لك يا رب يبارك لك يا شيخ رمضان. آمين يا رب. عندكيش أي سؤال؟ أنا والله أنا من كتر ما فرحتي بك مش عاد أنا كان عندي أسئلة كتير ونسيت والله نسي. ركزي وأقسم بالله فرحتي بك أنا حاسة إن أنا كأني سألت حاجة كبيرة قوي. ربنا يسعد قلبك. طيب تابعينا يا مدام وفاء. نعمة من نعم ربنا. طبعا ناس جميلة، ناس جميلة وناس حلوة وناس بيفرحونا باتصالهم وبكلامهم الجميل وبدعائهم. سبحان الله. الناس طيبة، الناس أوي. جميلة. الناس محتاجة مننا الكلمة الطيبة، محتاجة الابتسامة الحلوة. احنا بنديش الناس حاجة، احنا ربنا هو اللي بيكفي الناس، هو اللي بيقوي الناس. صح. هو اللي بيغني الناس. صح. هو اللي بيستر الناس. احنا بنقول كلمة حلوة. ما هو دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا انه يجعلنا سبب. يا رب يا رب. امين يا رب. ما يحرمنا ربنا ابدا من هذا. أمين السبب. امين يا رب. امين. ويا رب للمتصلة الكريمة الجميلة ولكل المشاهدين ادعو الله عز وجل ان ربنا يكبر خاطرهم في نفسهم وفي اولادهم. امين يا رب. وربنا يقضي حاجتهم في نفسهم وفي اولادهم، وان ربنا يحقق املهم في نفسهم وفي اولادهم. اسال الله عز وجل ان ما يكسر لكم ابدا قلب لا في نفسكم ولا في اولادكم. امين. اللهم امين يا رب. حلوه الدعوه دي قوي. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يتقبل. ام احمد. اي حبيبتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. والله ما انا مصدقه والله من كتر الفرحه والله عشان بتصل بحضرتك كتير قوي. ربنا يخليكي يا رب نورتينا يا حبيبتي. شكرا ليك على هذا البرنامج العظيم وانا بموت في الشيخ والله. ربنا يبارك له على كل اللي بيعمله عشاننا والله. ربنا يكبر خاطرك ويرضيك. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ والله ويطول عمرك. امين. ربنا يسترك وينصرك يا رب. يسعدك بحق جه النبي يا شيخ. امين يا رب. يا شيخ انا مشكلتي مش عارفه هي مشكله ولا ايه. انا على حدد وعي ان انا بتوضى كتير قوي يا شيخ. فبقيت اقتصر على مرتين بس. انا دلوقتي عندي 60 سنه واروح برضه يا شيخ اتوضى واجي. هل يجوز بقى اصلي بعد المرتين ولا اعمل ايه يا شيخ؟ ربنا يبارك لك. حاضر عيني. ربنا يسلم لي بقى بحق ايدي النبي وتسلم لنا يا شيخ ويبارك لك. ربنا يديك الصحه والعافيه. ثاني هل يجوز ان انا اصلي من اللي عليا بهذا الوضوء ولا اخش اتوضى تاني؟ حاضر عيني. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. أمين. يا شيخ والف الف شكر ليك والله. نورتينا يا رب. يبارك لك يا لمي انا فرحانه بيك والله قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. الف الف شكر حبيبتي. مع الف مع الف سلامه. مع السلامه. شوف كرم ربنا بقى. ربنا يكبر خاطرها يا رب. امين. هو يبدو انه في زي نوع من الوسواس في الوضوء. فبتعيد الوضوء. ربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. أمين. اللهم أمين. فأحسن علاج للوسواس أيا كان في أي أمر لا تكرر. يعني أحسن علاج للوسواس إن أنا ما كررش. يعني اتوضيت خلاص اتوضيت. بيقول الوسواس لا ده أنت ما غسلتش رجلك كويس يدخل ويغسل رجله. يطلع يقول ده أنت ما غسلتش إيدك كويس يدخل يغسل إيده. يجي له وسواس إنه ما مسحش رأسه كويس. ما يشفي أي حد. فتلاقي يفضل داخل خارج داخل خارج داخل خارج. لما تلاقي خارج من الحمام مستحمي بينقط مية بهدومه كلها وبرضه يبقى مش موجود وبرضه عايز يدخل يتوضى تاني. فالصواب إيه؟ اتوضيت اتوضيت خلاص لا تكرري. هي مرة واحدة بس. وأنا داخل أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو الوسواس منين؟ من الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فتعوذ بالله من الشيطان قبل ما أدخل للوضوء وأتوضأ. هي مرة واحدة وأطلع
خلاص ما قعدش مهما كان مهما كان. يا شيخ ده انا ما مزحتش راسي كويس، انت متوضي. انا ما غسلتش ايدي كويس، انت متوضي. مش هتعيدي، تمام؟ هو بيدخل لها كده. انت ما غسلتش رجلك، متوضيه عشان نعالج. وهي بتبقى غسله رجلها فعلا. فلازم تقفلي الباب ده. الله يكبر خاطرك. طيب بصلي، اصلي من اللي عليا، اصلي من اللي عليك، وصلي السنن بهذا الوضوء، وصلي الحاضر، صلي ما تشائين بهذا الوضوء، لا تتوضئي مره ثانيه. طب الا بقى اذا انتقض الوضوء في وقت تاني. لكن في هذا الوقت انا متوضي دلوقتي عشان اصلي الظهر دلوقتي، تصلي بقى زي ما هي عايزه. صلي الظهر دلوقتي بسننه دلوقتي، لو عايزه تصلي من اللي عليها دلوقتي تصلي، لا تتوضأ وضوءا جديدا الا اذا انتقض الوضوء. طب كنا بنتكلم على انه ازاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، حضرتك قلت خمس حاجات. مظبوط، دي اسمها قواعد الشكر. نقولهم تاني بقى. نقولهم تاني. القاعدة الاولى الخضوع. القاعدة الثانية الحب. القاعدة الثالثة الثناء. القاعدة الرابعة الاعتراف. القاعدة الخامسة عدم المعصية بالنعم. دخل رجل على ابي جعفر المنصور اعرابي، قال اتأذن لي امير المؤمنين؟ قال أزنت. سأدعو لك؟ قال أدعو. قال أسأل الله عز وجل أن يديم عليك النعم الموجودة التي تراها بدوام شكرها. هذه واحدة. اثنين، أسأل الله عز وجل أن يديم عليك النعم الموجودة التي لا تراها برؤيتها وشكرها. ابتسم. قال له أسأل الله عز وجل أن يرزقك النعم غير الموجودة بأن تطلبها وتشكرها. قال له ما أحسن تقسيمك. التقسيم الحلو ده، لانه قسم له النعم ثلاث اقسام. نعمه موجوده وانا شايفها، لانه في نعم كثيره جدا موجوده ونحن لا نراها. صحيح. نعم الله مجهوله وتعرف اذا فقدت. من لم يعرف النعمه بوجدانها عرفها بحرمانها. صحيح. كم من نعم لله عز وجل عندنا ولم نشكر الله عليها. ومن الصعب بقى قوي 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 ان احنا نعرف قيمه النعمه لما تروح. بالضبط. الا اذا راينا ضدها. هل فكرت أن تذهب إلى المستشفيات لترى المقعدين الذين لا يملكون حراكا؟ لترى في قسم العيون من فقدوا نور أعينهم؟ لترى في قسم الحرائق ما فعلته النيران في الوجوه الجميلة؟ إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فأغمض عينيك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فقير أدي لك 10 مليون وياخد عينيك. آه. ايه رأيك؟ مستحيل. لا ده انا غني جدا. فنعم الله مجهولة. لما قلع درسه وعايز يركب درس تاني زيه بالظبط، عرف انه مستحيل وعمره ما هيعرف. او عمره حاجة تعالج وخلاص. صناعة ربنا سبحانه وتعالى حاجة لا مثيل لها. يبقى نعم الله في نعم موجودة انا شايفها، ربنا عينك على شكرها. في نعم موجودة وانت مش شايفها ومش حاسس بيها، اتعودت انه عادي جدا جدا. اصحى من النوم الحمد لله، سرير، بيت، الاولاد كويسين، الزوجه موجوده، الاكل موجود، نعم عاديه جدا ولا مش واخد. جرب بقى حاجه منهم تبقى مش موجوده. بالظبط. حد فينا فكر انه يشكر نعمه ربنا على انه بيتقلب في فراشه؟ حد فينا فكر انه يشكر نعمه ربنا على انه اذا اراد ان يحك جلده حكه يهرش؟ حد فكر انه يشكر ربنا على نعمه البنج؟ وفي نعم كتيره جدا. البنج اللي بيبنج الانسان حتى لا يشعر بالم. على نعمه المسكن، ده نعم عجيبة جدا يا جماعة. احنا في نعم لا تعد ولا تحصى. على نعمة انه يبقى في مرض ولي عليك. بالظبط. غير لما يبقى في مرض وملوش عليك. ونعمة بعيد عنا وعنك انه يعرف المرض نفسه، ممكن يبقى مريض ومش عارف فيه ايه. صحيح. فنعمة كبيرة جدا. حياتنا كلها تفاصيل فيها نعم. الله. يبقى رقم واحد الخضوع، ابقى خاضع لله بنعمته. رقم اثنين ناخد منى ونقول اتفضلي. مدام منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا مبسوطه قوي قوي ان انا كلمت حضرتك والله. وانا مبسوطه اكتر، نورتيني والله. يا رب يخليك ويا رب يخلي الشيخ. ازاي وعامل ايه؟ الله يكبر خاطرك يا استاذه منى. الله يكبر خاطرك. انا والله ما كنت اعرف حاجه، انا لا على الصلاه ولا على الصوم. انا سني 35 سنه، علمتنا ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي ما ناكلش حق غيرنا. الله يبارك لك. الله آمين. يبارك لك. الله يبارك لك. امين يا رب. ولك اضعاف الله يبارك لك والله. بتعرفنا حاجات كثيره قوي عن الصلاه وعن ديننا، وعرفتنا حاجات كثيره قوي والله. ربنا يسعدك. وانا مبسوطه قوي ان كلمت حضرتك النهارده والله. انت على راسنا من فوق. يا رب يخليك يا شيخ، يا رب يخليك.
اتفضلي. الف شكر لك يا استاذه لميا، والله انا مبسوطه قوي مش مصدقه ان انا كلمت حضرتك. والله حبيبتي نورتي الدنيا كلها. والله بيعرفنا حاجات كتير وفتح عقولنا على حاجات كتير قوي. والله الحمد لله نعمه من ربنا. الحمد لله. عندك اي سؤال يا مدام منى؟ لا والله انا بس كنت عايزه اتصل بيك واسلم على الشيخ، مش مصدقه والله. نورتينا نورتينا. يا ربي يخليك، يا ربي يخليك ويدمكم كده في الخير دايما. امين يا رب، امين يا رب. نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. والله يا رب يدمها علينا نعمة. يا رب. بارك في جميع المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. أمين. ويكبر خاطرهم جميعا ويحقق أملهم جميعا ويستجيب دعائهم جميعا وما يكسر لهمش ربنا قلب أبدا. أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. أمين يا رب. قلنا رقم واحد الخضوع، أبقى خاضع لله بهذه النعمة. رقم اثنين الحب، ما هو سبحان الله جبلت النفس على حب من يحسن إليها. الإحسان كل ما ما يعطي الإنسان كل واحد يحبه طبيعي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فكل ما، فتخيل بقى المحسن الله رب العالمين، فبيديني يديني ليلا ونهارا ويدبر أمري. رقم ثلاثة الثناء، أثني على الله بالنعمة. بلاش أذكر نفسي، يعني بلاش أقول إيه أنا شاطر جدا وعملت وسويت وأنا اللي عملت أنا أنا وهو أنت ربنا وفقك إنك تعمل. أيوة بس وبعدين قول اللي نفسك فيه. برحمة الله بركة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقني الله الماجستير، برحمة الله بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رزقني الله الدكتوراه، برحمة الله بركة سيدنا النبي حصل كذا، برحمة الله بفضل الله. بلاش أنا الإبليسية، أنا خير منه. بلاش لي الفرعونية، أليس لي ملك مصر. بلاش عندي القارونية، إنما أوتيته على علم عندي. حلوة دول حلو. أنا الإبليسية، لي الفرعونية، عندي القارونية. التلاتة بيصبوا في مصب رؤية النفس. أسوأ حاجة طبعا، أنا مش شايف نفسي، أنا شايف ربي هو اللي رزقني. ولذلك ربنا بيقول لسيدنا داود إيه؟ يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. فسيدنا داود قال له يا رب أحبك يعرفها، وأحب من يحبك برضو عارفها، طب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي فإنهم لا يرون مني إلا خيرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربنا بيقول للإنس والجان انت بتكذب بنعم الله ايه؟ فالجن قالوا ايه؟ يا رب ولا بشيء من نعمك وآلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ده معنى آلاء الله. آلاء يعني نعم. ماشي طيب ناخد التليفون ونكمل. مدام هدى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذه لميا؟ الحمد لله بخير. والله انا عندي سؤال لفضيله الشيخ. اتفضلي. عايزه اساله سؤال. اتفضلي. والله يا فضيله الشيخ انا يعني زي الناس، يعني ما كنتش ماشيه مظبوط في الصلاه والعباده، وجيت فجاه فقت، شفت فيديوهات عن الموت فزي ما تقول فقت. فانا اما لا اعبد ربنا دي يمكن شهرين ثلاثة وخايفة وبيجيني وسويت تكفيرية مش عارفة أعمل إيه، مش مرتاحة. إما إني يخوفني إن كل شوية هموت، إما إني وسوس لي في حاجات وحشة في دماغي، مش عارفة إزاي الناس. طيب حاضر. أخلص إزاي من اللي أنا فيه ده مش عارفة. حاضر، حضرتك عايز تسألها أي سؤال فضلت؟ طيب تبعينا يا مدام هدى. ال بيبقى في بعض الفيديوهات، كنت لسه بكلم حضرتك من كام حلقه وبقول لك انه انا حابه قوي ان احنا من خلال برنامجنا عمرنا ما اتكلمنا عن عقاب ربنا، احنا بنتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى وجمال اللي احنا هنشوفه في اخرتنا وجمال الجنه وازاي نوصل للجنه. بعض الفيديوهات والمقاطع اللي موجوده على السوشيال ميديا اللي فيها ترهيب وخوف شديد جدا من ان انت لما تموت هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك، فما دام هدى واللي زيها يوصلوا للحاله اللي هي فيها. هو احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتوازن ما بين الرجاء والخوف، تمام؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يرجون رحمته ويخافون عذابه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، توازن. انما تخويف فقط وارهاب للناس فقط، وكأن ما فيش غير عذاب. بالضبط. وثقافة البكائيات، عايز الناس تعيط
ويعبوا بقى فيديوهات على هذا الأمر، وقديما شرايط عشان الناس تعيط بلا علم وأحيانا بيشوفها أطفال طبعا، فبيدخلوا في حالة نفسية من أصعب ما يمكن. مظبوط، احنا ينبغي أن يكون عندنا توازن واعتدال ووسطية ما بين هذا وذاك. فأنا بقول للمتصلة الكريمة الحاجة هدى، اطمني يا حاجة هدى، ده ربنا غفور ورحيم قوي. ده الراجل اللي قاتل 100 نفس يا أمي ما عملش حاجة وما سجدش، وقاتل 100 نفس ومجرد أنه أقبل على الله عز وجل ربنا غير له معالم الأرض. ما سجدش وفي وسط الطريق مات، ملائكة الرحمة ناخدوا الجنة، ملائكة العذاب ناخدوا النار، ربنا قال لهم قيسوا ما بين البلدين، واضح أنه كان أقرب للبلد الوحشة، لكن ربنا قال يا بلد السوء ابعدي ويا بلد الخير الربي. فربنا بيغير معالم الأرض. القاتل 100 نفس، انت لا قتلت ولا عملت يا ستي، كلنا عصاة وكلنا مذنبين وكلنا كنا بعاد، لكن بابه مفتوح دايما. مش سيدنا النبي قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ ما يطمنش قلبك ان ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ ما يطمنش قلبك قول ربك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ ما يطمنش قلبك قول ربك غافر الذنب وقابل التوب؟ ما يطمنش قلبك ويسعد نفسك قول ربك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما؟ ما يطمنش قلبك قول ربك ورحمتي وسعت كل شيء؟ ما يطمنش قلبك إن ربنا في الحديث القدسي الجليل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي؟ يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة؟ اطمني يا ستي واعملي، شد حيلك في العمل، وخلي لسانك لا يفطر عن ذكر الله وعن الاستغفار، وأكثري من الصلاة وأكثري من تلاوة القرآن، وأبشري برضا الرحمن. الله عليك يا فضل الشيخ، الله عليك، ربنا يطمن قلبك دايما يا رب. أمين. كنا بنقول آلاء الله يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى. أيوة، آلاء وحسناء ووفاء كلها نعم. مظبوط يا فندم، فآلاء يعني نعم، فبأي آلاء يعني فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما ربكم اللي هم من إنس وجن تكذبان. المفاجأة أن السورة دي سورة الرحمن تلاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجن قبل أن يتلوها على الإنس، فلما بيتلوها على الإنس سيدنا النبي بيقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، الصحابة سكتين، فسيدنا النبي قال لهم إن الجن كانوا أفضل منكم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال ما تلوت فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن ولا بشيء من نعمك وآلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يعني لك الحمد يا ربنا، لك الشكر يا ربنا، عارفين ان احنا غرقانين في نعمك. صحيح. ويوم القيامة اصلا كل عبادتنا وكل طاعتنا وكل ذكرنا وكل استغفارنا لا يكافئ شكر نعمة واحدة. يوم القيامة لما هنقف بين ايدين ربنا هنقول له لا خالص، الجنة برحمتك عملنا ولا له لازمة خالص. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن ضمن قواعد الشكر الخضوع، الحب، الثناء، الاعتراف، أعترف بالنعمة وأنسبها إلى المنعم، أعترف لله عز وجل ده أنا في نعم لا تعد ولا تحصى. يا سلام لما أسألك كيف حالك تقولي لي في نعم، وبعدين قولي لي لو نفسك تاخد رأيي في حاجة تشتكي لي من حاجة وماله، بس ابدأ بالحمد الأول. صحيح. وبعدين اوعى تستخدم نعمة الله في معصية الله. دي نقطة مهمة جدا. ربنا ادالك الصحة وتفتري بها على ضعيف، ربنا ادالك العلم اوعى تضل به الناس، ربنا ادالك المال اوعى تستخدمه في المعصية، اوعى تحارب ربنا بنعمه لانه اللي ده ممكن ياخد. صحيح. لا تدوم يغير نعمة من حال لحال. الله يبارك في عمرك. ولذلك ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قيدوا نعم الله بشكر الله. صحيح. ف
فضيلة الشيخ، وإحنا بنتكلم على نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا وإزاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، عمر ما كان الغنى والفقر دليل على أنه ربنا بيحبنا أو ما بيحبناش، ولكن إحنا بنقول أنه ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بأشياء ويبتلينا بأشياء أخرى، ولكن حتى الغنى ممكن يكون ابتلاء للي ما بيستخدموش صح. شوفي حضرتك، هو العطاء ابتلاء والحرمان دواء، دي نقطة مهمة جدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل الخير والشر امتحان، ده بيمتحن بالخير وده بيمتحن بالشر. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل الامتحان والاختبار والابتلاء بالغنى والمال أقوى وأصعب، ولذلك قدمه الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه، يعني الإكرام والإنعام امتحان، احفظ ده، الإكرام والإنعام امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، مبسوط، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، دي أزمة. فالغنى امتحان والشر والفقر امتحان، الخير امتحان والشر امتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالغني امتحان للفقير، هيحن عليه ويديله ولا لا، هينفق عليه ولا لا، هيطلع زكاة ماله وصدقات ولا لا، والفقير فتنة وامتحان للغني، هيدعيله ولا لا، ويتمنى له الخير ولا لا، وما حقدش عليه ولا لا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. من نعم ربنا علينا أسيادنا الفقراء، الغني لما بيجي يطلع الفلوس لازم عنده هذا اليقين، وأظن إن ده بفضل الله وحده، انه دي ثقافه موجوده في جمعيه البر والتقوى، استشعار انه اسيادنا الفقراء. أيوة. وان احنا معاهم وان احنا خدامينهم وان هم على راسنا، دي نقطه مهمه جدا، ودي ميزه العمل المؤسسي. لو واحد منه نفسه راح يدي للفقير، الفقير هيبقى محروق منه ومكسوف منه، لانه يد بيد ووش الوش، والاجمل ان ما لا نبقى عارفين ولا عرفنا، وده اجمل شيء، لان انا ما بطلعهاش للشخص، انا بطلعها لربنا. فاستشعار ان اسيادنا الفقراء نعمه، ده من اعظم ما يكون. مين محتاج مين؟ الغني محتاج الفقير ولا الفقير محتاج الغني؟ الغني هو اللي محتاج الفقير اكتر. ليه؟ لان الغني لما بيجي يدي لحد من اسيادنا الفقراء هو قضى له حاجه دنيويه. سيدي الفقير لما خد مني قضى لي حاجه اخرويه، حاجه جميله. صحيح. أنا مستنياني مجرد ما تطلع كده من قبرك يوم القيامة تلاقي مظلة فوق دماغك، الدنيا حر ونار والناس عرقانة والشمس فوق دماغك بشبر، شوف الشمس بيننا وبينها ملايين السنين وعاملة ازاي واحنا عاملين ازاي، فما بالك بقى لما يكون يوم القيامة وفجأة تلاقي مظلة مكيفة، ايه ده؟ صدقتك، ومظلة كبيرة كده وحمياك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وتلاقي باب واسع كبير عمال يعلن فلان الفلاني يدخل من باب الصدقة باب رقم كذا، ليه؟ وانت متصدق، بابك هو تفضل على الجنة بسبب صدقاتك. فمن أعظم نعم الله إن احنا نستشعر هذا الأمر. يمكن جماعة البر والتقوى بتقوم بأعمال خير كتير جدا، وحضرتك بتقول دلوقتي مين محتاج مين، الغني اللي محتاج الفقير ولا العكس؟ واحنا بنقول انه لولا انه في حد زي جمعية البر والتقوى بيقدر يدلنا على الناس اللي ممكن تكون محتاجة. في ناس بتفضل تقول انا عايزة اتصدق بس انا مش لاقي حد، اصلا انا مش عارف اذا كان فلان يستحق ولا لا يستحق، طب هو فعلا محتاج ولا مش محتاج، طب انا الصدقة اللي انا هطلعها دي هتقبل عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا، واللي انا بطلع له ده يستحق ولا ما يستحقش. يمكن من خلال الجمعية احنا بنشوف نماذج كتيرة جدا صعب جدا الوصول ليها، واحنا في فترة الدنيا حر جدا وبنقعد نقول عطشانين، وكل حد يمكن فينا ممكن يكون ماشي مع ازازة مية، لكن في ناس تانيين ازازة المية بالنسبة لهم هي الحياة. ده صحيح. وازازة المية بالنسبة لهم ممكن ياخدوا منها بق ويوفروا علشان خاطر لما يعطشوا تاني من قلة وجود المية. ده صحيح. ولذلك من اعظم الاعمال دلوقتي ومن واجب الوقت الان
انه الجمعية بتشتغل على ما يحتاجه الناس، فبتدور دلوقتي على كل دير مية، تدور على فلتر مية، تدور على توصيلة مية، بير مية في مكان للناس، تدور على محطة مياه. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المياه: واجعلنا من الماء كل شيء حي. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. دي موضوع مهم. المية من أعظم الصدقات اللي سريعة الوصول وعظيمة الأثر. سيدنا سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها يا سعد. يا رسول الله، ما أسرع الخير ثوابا؟ قال: سقي الماء. مجرد ما تعمله هتلاقي أثر عليك وعلى أولادك وعلى مالك وعلى بيتك مباشرة. أسرع الخير ثوابا، هيرجع لك بسرعة، لأنك تسقي يسقيك ربنا، تروي يرويك ربنا، تدفع عطش الناس دلوقتي يدفع ربنا عنك العطش دنيا وآخرة، عنك وعن أولادك. تسقي الناس دلوقتي ربنا يسقيك يوم القيامة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تسقي الناس دلوقتي يسقيك سيدنا النبي بيده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا يوم القيامة، من الحوض، من الحوض اللي موجود يوم القيامة. لما تسقي الناس دلوقتي وتحسن إلى الناس تشرب من نهر الكوثر في الجنة من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاسقي الناس يسقيك ربنا، أذهب العطش عن الناس يذهب الله عنك العطش. ممكن عمل يكون بسيط، اوعى تستقله أبدا مهما كانت الظروف. والله العظيم من أعظم الأعمال التي تقربنا إلى الله شربة الماء البارد في يوم شديد الحر زي كده. كنت من كام سنة كده طلعت مع الجمعية، أعتقد كان في منطقة في إسماعيلية، ولحظة ما كانوا هيبدأوا يشغلوا البير بقى وهينزل المية، وفضلت واقفة وكل أهالي القرية كلهم واقفين منتظرين إن المية تطلع من البير، وبقيت واقفة منتظرة زيهم بالظبط، أنا في حالة من الشغف لما أشوف لحظة نزول المية. سقف وسقفت معه، لو كنت أعرف كنت بزغرت، كنت زغرت معه زغريت، وفرحة وسعادة غير عادية. بقيت أقول سبحانك يا رب، دي أبسط الأمور اللي موجودة في الحياة. وإحنا أنا بقول أبسط الأمور هي بالنسبة للناس اللي موجودة عندهم نعمة المية، لكن زي ما كنا بنقول كده انه ما يحسش البني ادم بالنعم غير لما بتروح او تبقى مش موجوده عنده. ده صحيح. هم حاسين بنعمه عدم وجود الميه بشكل، وجود الميه عندهم بشكل غير عادي، لانهم مع الاسف هم محرومين منها. ده صحيح. فبالنسبه لهم ان يكون في بير او محطه تحليه او ايا كان وسيله وجود الميه عندهم، ايه دي حلم كبير جدا بالنسبه. تخيلي حضرتك لما بينقطع عننا الميه لمده ساعه بنبقى اهل الجنه، بيبقى احنا مش عارفين لا نقعد ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا عارفين نتحرك. ممكن نلغي كتير من اعمالنا بسبب انقطاع المياه. ولو احنا عندنا علم قبلها نلحق بقى نجري، يبقى عندنا جراكن او اي حاجه نملاها ميه علشان خاطر تبقى الميه موجوده. لكن في ناس ما عندهاش الكلام ده خالص. قد ايه فرحه الناس بوجود الميه عندهم. احنا بنقول احنا في ايام حر جدا وايام صعبه جدا، وجود الميه في كل المناطق تقريبا شيء مهم جدا. دايما بفضل الله وحده. أنا نزلت كذا مرة ومرات كتيرة مع جمعية البر والتقوى، فعجبني قوي أنه إحساس أنه لما بتوجد الجمعية بتلاقي حواليها الخير، تلاقي خير وتلاقي سعادة. وجد جمعية البر والتقوى يوجد الخير، معاها حاجات كتير جاية للناس، وتلاقي الناس بقى بعض الناس المقتدرين في المنطقة تلاقيهم اتلموا حواليها ويعملوا معاها ويساعدوا معاها، والشباب من المنطقة خير كله بقى. بالضبط. دايما جمعية البر والتقوى في المكان الصح، ودايما جمعية البر والتقوى في الوقت الصح. احنا في وقت حر، تلاقيها دلوقتي بتدور على المية، دور على كولدرات المية، مبادرة كولدرات المية. نيجي في الشتاء يقول لك مبادرة أمان ودفع، نيجي في أكل وشرب مبادرة إطعام الطعام، نيجي في رمضان مبادرة إفطار صائم. لا، وفي حاجات عندهم مش موسمية، يعني في حاجات مستمرة طول السنة. بالزبط. الأكل ده شيء موجود طول مزبوط. السنة. فهي عندها دراسة دايما لشغلها، بتروح المكان. لاحظت الراجل الجميل سيدنا البسيط بيقول إنهم جم وشافوا المكان ودرسوا المكان وعرفوا احتياج الناس وعملوا. أيوه. ده الجميل بقى اللي يبني دائما ثقة قوية جدا ما بين الناس وبين جمعية البر والتقوى. تروح تشوف المكان، تدرس احتياج الناس،
حد محتاج سقف تعمل له سقف، حد محتاج توصيلة مية نعمل توصيلة مية، المنطقة محتاجة كولدير كبير فلاتر محطة تحلية للمية نعمل ده. فالجميل دراسة الجمعية لاحتياج الناس ودراسة الجمعية لأكثر شيء ينفع. قدروا يعرفوا أنه في مسجد محتاج مبرد مية ودوه يعني بالزبط. كل منطقة بيدرسوا فعلا وبيشوفوا احتياجاتها بالضبط إيه، مش فكرة أن أنا أتصدق وخلاص. بالضبط. فهو تلاحظي مكان محتاج، إحنا دلوقتي شغالين في مية والدنيا حر، هنا محتاج محطة تحلية نعمل محطة تحلية، هنا محتاج توصيلات نعمل توصيلة، هنا محتاج بير مية نعمل بير مية، جامع مدارس محتاجة كولدرات مية نعمل كولدرات مية. فالشيء الجميل ان هم بيدرسوا ده بيستثمروا ده وبيعملوا لجان للمتابعة وبيعمل احسن حاجة ويتابع لما تشتغل ويعمل لها صيانة ويبعت الصيانة الدورية، علشان مش القضية في العمل، القضية في المتابعة. الله يبارك في عمرك. فعندها لجان متابعة بتدور على ده وتشوفه هو شغال وبيكمل ولا لا. أحسن حاجة دلوقتي كوباية مية لحد، أحسن حاجة دلوقتي اسق الناس. والفكرة مش فكرة إنه صدقة تكون لحد متوفي، إحنا نقدر نعمل وإحنا عايشين. بالضبط. أعمل لنفسي وأعمل لولادي وأعمل لبيتي وأعمل لأبي وأعمل لأمي على قيد الحياة ولا مش على قيد الحياة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني مجرد ما سقيت كوباية مية صدقة. فما بال حضرتك بفلتر مية شغال، ما بال حضرتك بكولدير مية شغال، ما بال حضرتك بمحطة تحلية شغالة. كل من ساهم، كل من تصدق، كل من زكى في هذا المجال له أجر وثواب بمقدار سقي هذه الكبد الرطبة. الست اللي سقت كلبا شكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. إذا كان مجرد إنها سقت حيوان ربنا ادالها هذا الأجر، فكيف بمن تسقي إنسان؟ صحيح. والست اللي حبست هرة لا أطعمتها ولا سقتها عوقبت من عند الله عز وجل. فبجد من أعظم الصدقات دلوقتي سقي الماء. صح. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتيني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.